خلينا نروح لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللي قال ان ده الوقت المناسب علشان المملكة المتحدة وايرلندا يقدموا عرض مشترك عشان يستضيفوا كأس العالم لكرة القدم 2030، وقال ان الدولة عايزة جدا ان هي تستضيف مباريات كأس العالم وكمان مباريات إضافية في بطولة أوروبا 2021 إذا دعت الحاجة. وفي مقابلة مع صحيفة The Sun قال ان احنا حريصين جدا ان احنا نعيد كرة القدم لموطنها في 2030 واللي هي طبعا المملكة المتحدة، وقال ان ده المكان المناسب والوقت المناسب. وكمان انه وزير المالي او وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك قال انه هيجيب او 2.8 مليون جنيه استرليني في ميزانيته يوم الثلاث ده من اجل الترويج لكاس العالم بجانب 2.5 مليون جنيه استرليني لتمويل اللعبه على مستوى القاعده، وقال ان احنا عايزين نشوف طفره كبيره جدا في كره القدم في السنوات اللي جايه. وزي ما حضراتكم عارفين يعني انه كاس العالم اقيم على الاراضي البريطانيه يمكن مره واحده بس قبل كده لما احرزت انجلترا اللقب قدام جماهيرها سنه 66. جونسون كمان ساب الباب مفتوح قدام استضافه المملكه المتحده لمباريات اضافيه في بطوله اوروبا اللي جايه بعد ما كشفت الحكومة الأسبوع اللي فات عن خطط لإنهاء كل قيود التباعد الاجتماعي في إنجلترا بحلول 21 يونيو، وقال إحنا بنستضيف بطولة أوروبا وهنستضيف الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، لو عايزين يقيموا أي مباريات أخرى إحنا مستعدين جدا إن إحنا نستضيفها وبالتأكيد، لكن في اللحظة دي هو ده الوضع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أنا شايف إنه الاتحاد الأفريقي لازم يتحرك في ملف استضافة كأس العالم ده، يعني بعيدا عن شبهات الفساد والعمولات والرشاوى المرتبطة بفكرة إنه في دولة تبقى بتفوز بشرف تنظيم بطولة مهمة وكبيرة جدا يمكن تكون البطولة الأهم على كوكب الأرض بطولة كأس العالم. أنا بعتقد إنه كمان من الواجب على الاتحاد الأفريقي إنه يتدخل ليضمن للدول الأفريقية حق من حقوقها واستضافة أيضا مباريات البطولة. أفريقيا أعتقد النهاردة وإذا كنت بتكلم على سبيل المثال على مصر، وده مش تحيز لبلدي ولكن ده نتيجة مقدمات شفناها في استضافة بطولة أفريقية وحاجات تانية مرتبطة كمان بملف 2010 اللي مصر قدمته ولم تنجح في استضافة كأس العالم. أعتقد في حاجات كتيرة جدا اتطورت في مصر، سواء كنت بتكلم على شبكة طرق، سواء كنت بتكلم على بنية تحتية وبنية معلوماتية، سواء كنت بتكلم على حجم الفنادق، سواء كنت بتكلم على البنيه التحتيه الرياضيه والاستادات والملاعب. اعتقد انه ملف مصر ممكن يكون جاهز جدا للمنافسه على شرف استضافه كاس العالم، وبعتقد انه على الاتحاد الدولي انه يراجع حساباته شويه، يعني في دول كتيره النهارده ما استضافتش البطوله دي وقارات ما استضافتش البطوله دي وعندها قدرات تنظيميه كبيره جدا تسمح لها باستضافه بطوله كاس العالم، وبالتالي اي دوله استضافت كاس العالم قبل كده مش من حقها في استضافه ثانيه. اعتقد ده من العدل انه مش من حقها تستضيف كاس العالم مره ثانيه قبل ما بقيه الدول اللي ما خدتش او ما نالتش شرف الاستضافه تاخد فرصتها.